البارح اختي تلت ثلاثه د الليل رحنا الحرب على هاد الزنقه، عندنا وليداتنا، عندنا اليتامى، ما عندنا لا رجاله لا والو. انا الراجل عندي ميت ومخلي لي 6 ديال الدراري، وانا كنضرب تماره وما خلاونيش نجلس. فين غنمشي انا؟ يعطوني غير 400، القايد يعطيني، كل واحد يعطيني 400 400 ونجلس، ويشري وليد وارج ليا. ها رجليا شوكي منفوخ، انا ربي اللي عالم بيا. اختي ما كاين، ما عندناش البديل على هذا القنت هذا، يحاولوا يعطونا البديل، حيت سيدنا الله ينصره ويكثر منه قال ليهم ما تجريوش على الضعفاء وعطيهم فين يكونوا. ودابا حنا جريين عندنا، ما عندناش، كاين اللي عنده 6 د الاولاد، كاين اللي عنده 2، كاين اللي يحقونا يشوفوا شكون اللي هنا وشكون اللي ماشي هنا. راه قهرونا اختي، تقهرنا والله تقهرنا. كبرت في هاد الزنقه هادي، هنا تزاديت، هنا عشت لقمه العيش ديالي من صغري في هاد الزنقه هادي. هاد الناس هادو ما عرفناهمش شنو بغاونا نديرو معاهم ولا شنو بغينا نديرو معاهم. هما ما بغاوش يديرو معانا الحل، تيقول لك جماع حيد، ما بغا نسيقو نقادو نديرو، كيسيقو تيحيدونا. دابا هاد المره هادي قال لك غادي نحيدوكم في مره، البديل ديالنا ما بغاوش يديرو لنا بديل باش نكونوا في هاد الزنقه هادي. اصلا المارشي ديال ديور الجامع كان معطي زنقة لندرا، زنقة لندرا حيدوه ليها عطاوها لديور الجامع، ولندرا خلاوها هكاك. ملي اصطالوا ديور الجامع لندرا خلاوها. ما بغي احنا ما بغيناش ندابزو مع الدوله ولا السلطات المحليه، السلطات المحليه خصها تشوف من حالنا. غاسله في السوبر دير لهم كراسيهم جميترو، مقادين بالفروي ديالهم، بهادي الناس خدامه بالباص بهادي ومنقيين وخدامين وكيأديو الواجب ديالهم، كلشي خدام. حنا ما كرهناش حتى حنايا هاد الشيء هذا يتطور، ما بقاوش غا هكا غاديين عشوائيين. علاش راه بنادم غادي خدام عنده وليداتو عنده هادي، عنده بزاف د الحوايج، ديما مسكري في الشارع راه ما خدامش هاد الشيء هذا. تيجي المخزن تيبغي يجري الناس، تيقولوا تيعلمونا الله غدا تيلقاوناش، تيلقاوش معنا مشكل كاع. حنا كنطالبوا به هو غير يحيدوا هاد السوق، يمكن لهم يديروا شي سوق اخر كما داروا مع اي حومه. باش يجيو قال لك حيد وموت. قلنا ما يكونش لنا ديرنا شي البديل، قال لك لا ما يمكنش. واخا بغاو يشركونا مع الناس ديال دار الحديث ديال ديور الجامع، ما يشركونا معاهم، عطاهم مارشيات. حنا قلنا ماشي على حسابكم هذه، انتم من بعد غنديروا معاكم حل. دابا ملي جاو الريب وكل شيء وما لقينا لا حل لا والو، كتهضر معاه تيقول لك ما عندنا ما نديروا لك، داك الشيء جاي من هو. الو حنا فين غنمشيو؟ صراحه حنا تضررنا بزاف، كانت وعود كاذبه من طرف السلطات، ما هي اعوام كثيره، ما هي 10 سنين، ما هي 15 عام، كانت وعود باش غادي يكون واحد التحسين، غادي يكونوا اسواق نموذجيه. كل واحد كيجي كيعطينا وعود غدا بعدو، شويه كنتفاجئوا بالقمع، ما فهمناش والو. حنا كنطلبوا من السلطات تدخل، ما بغينا، وحنا بغينا، حنا ماشي ضد النظام لا، من حق السلطه دير النظام، من حقها يمشي داك الشيء مبرمج، ولكن ما يكونش بنادم متضرر، حيت هنا عائلات كيصرفوا على وليداتهم محتاجين. واش فهمتيني؟ انا نقولوا شاب ماشي مشكل، ولكن اللي عنده وليداتو كيعيش. واش فهمتي؟ هادشي اللي بغيت نوصل اختي، رساله للمسؤولين، يتقوا الله يتقوا الله يتقوا الله. ثلاثة د الخطرات تنضطربوا يعطونا غير فين نتحشاو، فين نتحشاو غير البديل، ما بغينا منهم والو. فين نتحشاو نحيدو من الزنقه، العيب والعار. حنا ما بغينا الزنقه، حنا رجليا شوفي كي منفوخين. يعطوني غير البديل، ما نجلسش اختي في الزنقه، يعطوني غير تقيبه نحشي فيها، غير نطول فيها هكا وكراسات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.